فيها فترة. أنا دائما يقول الإنسان يتذكر شيئين، يتذكر أول شيء يسمعه ويتذكر آخر شيء يسمعه. راح نبدأ. كان يوم البرنامج طرش لي عمار إيميل، سميرة مؤتمر مال إنتاجي هاي ثاني مرة شارك فيه، العام بعد شارك فيه. من كان يجي العام؟ أهل؟ أوي أوي عمار، thank you. شكرا، أنا حاسة ساعدني نفسيا. إنزين العام بعد شاركت يوم كان عن فكرة إن شلون الواحد يكون هو كإمبلوي موتيفيت himself. هالسنة قالوا لي نبي نسوي قياس الإنتاجية، إن أنت إذا هاي اللي أنا فهمته، وأنا إنسانة تفكير على طول أخذ الشيء مع حدا يبى الأبسط. نسوان شي ترى عامة، ها ما يقصون عليكم، ما يعقدون الأمور. أي شيء اليوم وين متضايقين؟ شوبينج. نفسية تعبانة في الشغل؟ شوبينج. أكل بعدين يروح وين؟ شوبينج. ثانك يو. فنسوان دائما يفكرون هاللون، أي شيء معقد يبسطونه إلى تقريبا حل أو حلين ماكسيموم. هو موضوع في فلوس. فيوم شفت إن موضوع فيه سالفة البرودكتيفيتي وميجرمنت وفي طبعا حطيت برزنتيشن كذي، تعرفون انه اوه بالانس سكور هاي ثينجي ما ادري شنو 360 وجول اناليسز وذي، بس سبحان الله انا نفسي ما اقدر اطلع الموضوع، حسيت وايد غلط. قلت له بلا هاي قاعدين ساعتين ساعتين ونص بتكملين الموضوع عليهم لما ينفع. فيبكي الموضوع من ناحيه سبحان الله من وين جات السالفه قبل لا نبدا، هي سالفه الالفنت. طبعا ما راح اطول عليكم، يمكن في هالساعة ولا 45 دقيقة بقول لكم قصص عني فبتعرفون، اللي يعرفني يعرفني. اسمكم البسيطة المتواضعة سميرة، انتربرنور، عندي مشروع صغير اسمه مبادرة من ضمن مشاريع مجمع الريادات اللي سويته الشيخة سبيتشا. شو نسوي؟ كونسلتنسي. وانا اي تريت ماي سيلف از سيبريت براند. بنيله هاي بعدين. بعد اقول ان الشركه لازم ما نقص في انسانه سميره هاي مسكينه وعليا، ما يصير احنا نهمش الايدنتيتي مالها. فخليت حق روحي براند. اشتغل صار لي سنتين مع اغلب هاي المؤسسات، تقريبا فوق 16 مؤسسه في القطاع المصرفي في قطر، في السعوديه، في البحرين. خلال سنتين قدرنا نوصل حق شركه ما بتصدقون في اكثر وقت اشتغلنا فيه كنا ثلاثه. اقصى وقت اشتغلنا فيه يمكن دربنا فوق 2500 شخص سفر خلال هالسنتين، وصلنا الى هاي الكلاينتس. اغلب الوقت 99% يكون شخص واحد يشتغل، من تتوقعون؟ سميرة اي مسكينة اي اي هاي. ف يا سالفة المؤتمر ويلا يا سميرة خلينا نسوي القياس الانتاجية وذي، سويت البرزنتيشن المهم. يوم رجعت من دوحة ذاك الاسبوع يمكن like a week ago يعني ولد اختي يركض، اسمع علي خالة خالة تعالي من تشوفوني هالة ركبوني ابو شيء لا صدفة يا خالة محمش لازم خالة انا اذا جبت A plus ابيك توديني تايلاند. ها اوكي مش هتستالفة طبعا طفت شي ركض ركض روح يا خالته اختي الثانيه قالت علي ذكي انت يا قالت انه بيروح تايلاند، انا قال يبي ايفون 6 وابو قال ما ادري شنو يبي. طبعا سالفه خمرت في مخي. عقب ساعتين ثلاث طلعت السالفه مره ثانيه. يوم فكرت فيها عدل طلعت قلت له لا هذا موضوع ممتاز، هاي موضوع جيد جدا. اتصلت فيه قلت له اميره اعطيني عليه ابغى اسولف وياك. حياك تعال تفضل هنا اوكي؟ زين. فقلت له اميره اعطيني عليه ابغى اسولف وياك. اتصلت له علي شلونك شو اخبارك خاله زين انت هاي علي 7 سنوات عمرها؟ فقال لي قلت له علي قلت لي الصبح نص ساعه من انت بيت ماما؟ ماما اي ونت تو سي اليفنت. وين؟ شلون؟ ليش؟ ودشيت وياه تطلع موضوع مال برزنتيشن مالنا كله اليوم على الالفنت. الالفنت الشيء اللي علي كان يبي يوصل له يحصل عليه، مو بالهدف مو بالجول بس لا شيء شورت تيرم. قال لما اجيب A+ شهر 12
فاحنا قاعدين دائما في البرودكتيفيتي يوجوالي احنا نروح على الشورت تيرم اوت كمز نبي خلال السنه لان الابريزا كم مره يصير؟ مره في السنه. الهدف ان انا ابدا اعرف شيء سعاده نجاح هذه هاي لونج تيرم هذه اكشلي مو لونج تيرم هاي اون جوينج. انا من عندي اخذ المايك من الاي يعني انجليزي عربي عادي انزين فيا قال لي ان ابي اوصل للالفنت ليش؟ لان هي وونتس I love elephants. I want to be excited. I'm stunned by elephants. فمعناته الهدف كانت شنو؟ هل هو الالفنت ولا سعادة؟ سعادة. فهاي الكونسيبت مال الالفنت. مني the importance of productivity measurement. علي يوم يطلب مني إنه يبي يروح يشوف الالفنت يبي يوصل الشورت تيرم جول ماله. حط له هدف. حط له كريتيريا اللي أنا ممكن أقيس عليه. اللي هو شنو؟ الـ A بلس مهم تعرف ان انا شلون بقدر اتحاجج وياها باكر احنا عندنا جولز بعض انواع الجولز تكون مثلا ابي اشتري بيت ابي افتح شركه خلنا اسالك سؤال كم واحد كلنا موظفين هني من عنده شركه خاصه وعنده حلم انه يفتح شركه خاصه او يعني يشتغل على شركه خاصه يا رب رفعوا يدكم يا رب تحسون هالإحساس وتفتحون your own businesses قولوا آمين وتعيشون أحلى فترة في حياتكم وانتو entrepreneurs من أجمل الأشياء اللي ممكن واحد يختبرها إنه هو يفتح بزنس أحلامه ويفتح بيوت ويناشط الشغل عنده وينتج الشيء اللي هو يستانس منه يوني سألوني الناس اللي يعرفوني دائما يعرفونه وزمه هاي اللي كلها تشتغلين انت كلها ذيك وانا استغرب اقول لهم مين اللي يشتغل I'm playing حتى الشعار اللي انا حطته في الويب سايت مالي play think learn كان ما اشتغل من قال انا اشتغل I play all the time العب ليش لان I enjoy what I do نفس الشيء يوم علي قال لي انه يبي الالف من ماله علي شاطر وايد بيب A بلس فهو ما حط effort ما قال إذا جمعت 100 دينار أنا مو بشغلته ما قال إذا نزلت وزن ما قال إذا نظفت حجرتي إذا ما طقيت بنت خالتي ما عطاني شيء لا عطاني شيء هو يحب يسويه يدرس ومتأكد إنه بيسويه فقال A بلس جماعة فكروا وين الألفنت شو شكله وشنو تبون تسوون له وليش هالألفنت ليش مهم شو شكله ذي؟ سألتها علي ليش الالفنت؟ قال انا طالع الالفنت ليش مو تايجر لا ما عنده شنو؟ عنده ديفينيشن دقة الحساب في ناس هاي اقول لهم انت تقول ان انت تبي تقيس انتاجية البرفورمانس مالك اي مديري قال لي قلت له شو دخل مديري؟ انت تقيس البرفورمانس مالك؟ شو الرسالة سويت في اليوم؟ ايش كذا طبعاً مستانسين من الشغل وياه؟ انت كنت تبي فاينانشال فريدم، ايش معنى فاينانشال فريدم؟ ما بعرف في ناس الغنى عندهم مليون وفي ناس الغنى عندهم ألف انت مو بعرف ما حطيت ديفينيشن طالع مره ثانيه يور ليست يور اليفنت شنو ديفينيشن ماله؟ قلت له قال اول شيء طبعا هو ياه البدايه قال حق قال لي انا قلت حق بابا انه يجيب لي الفنت في قفص صغير خليه ببيتنا قلنا لا يبي له ريالستيك احنا احيانا نحط الالفنت مالنا كذي ما نفكر فيه صح انا ابي اصير مدير خلال 6 اشهر فيفكر الالفنت تخطيطه طلع غلط قعدت ويا لا والله هو ما يصير الالفنت داخل قفص خطا شنو صح؟ إليفنت في جنجل إكسلنت أنا ما أعرف من يا بالسالفة بس يلا إكسلنت ضبطنا الإكسبكتيشن ماله ضبطنا الديفينيشن ماله قلت له بيك أب جود إليفنت وأنا أسولف وياه علي إيش رأيك أوديك الإليفنت اللي في الهند؟ زين نو أي دونت ونت إنديان إليفنت ليش؟ شو اسمه عنصرية اللي عندك؟ قال نو 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 The Thai elephant is cleaner.
احنا احيانا نحط جولز، الجول زين، الطريقه غلط. الترقية انا حاطه مثلا في بالي ان خلاص 3 سنوات ابي اصير مديره قسم، جول ممتاز، الفنت از اوكي. يقول لك اذا قدرت تشوشين عليها وتين تقولين لي عنها بفنشها بخليش مكانها. That's a dirty elephant you don't want. The same elephant, the same position you don't want. حتى واحنا نحط القياس المين, pick a good elephant. Pick a good goal. Pick a good way of doing it. Who will help me? عيارك. انا قال لي elephant تايلاند يدري هي خالتي عندها فلوس تقدر تسفرني. ما راح حق ابوه وامه حق خالته الثانيه بتليفون. واحنا نحط الجولز مالينا في نفس الوقت نحط من اللي يقدر يساعدنا. انا بترقى زين، انا عندي مشكله في الشغل، انا عندي احد ما قاعد ما يخليني انه اوصل للهدف مالي في المكتب، ما راح اكلم ماي اذر نيجاتيف فريند اللي اثنيننا بنقعد نعقر وناكل الحب على ذيك ما بنوصل حق حد. Go talk to a problem solver. When you decide that you have an elephant, وعندكم measurement حقه وتعرفون شلون توصلونه وتعرفون شلون شكله، روحوا حق ناس like me. احنا في بدايتنا احنا شركة بسيطة صغيرة الكبر. Elephant صغيرة. And we are doing very well. You are doing excellent. We أحد قال لي قبل 4 سنوات 5 سنوات إن بقدر أسوي ذي كله، بس ما أعتقد. بقول لكم أنا اللي سويته مو أنا اللي سويته. It was who helped me. ناس اللي طلعوا لي، لأن الأوادم اللي يبون يخلونكم أنتوا توصلون هدفكم يحبون الناس الواضحين. أول ما تسألون بني آدم تعرفون إنه يقدر يسأل، أول شيء بيسألك أنت إيش تبي؟ انت تعرف ايش تبي؟ اذا قلت له لا بيقول لك اول ما تعرف تعالي تحصل. It's better to be ready when the opportunity is there than not to be ready and the opportunity comes. Be ready. اذا انت النكست ليفل مالك تبي توصل مانجر، من الحين خذ المانجمنت كورسز، من الحين خذ الليدرشيب بروجرامز، من الحين تطوع في امور هاللون. اذا انت النكست ستيب مالك تبي تجمع عشان تاخذ البيت ولا تبون تسوون سيفنج، من الحين فكروا وين البيت بيكون مكانه. حطوا في بالكم وين شلون شكله ذي ديتيلز. فيجوالايز. طبعا انا ما اتكلم، ما احب انا سالفه انه جاست فيجوالايز واقعد، انا ما اؤمن في الموضوع. بس فيجوالايز. لان ممكن انا اعطيك الفنت ثاني نفس ما قلت له. رديت قلت له زين افريكان الفنت، قال واي وونت ذا تاي الفنت. And he's determined. عنده determination. ليش زين؟ ليش هذه بالذات؟ يقول لك when you know your why, your how is easy. إذا أنا عارف ليش أنا اللي أبي أصير مدير قسم، أنا اللي أبي أجمع لي 10,000 within 1 year، أنا اللي أبي أفتح لي شركة، أنا اللي أبي أوصل 10,000 hours ولا موظف لير ولا 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 التيم مالي يطلع على توب اوف ذا تيم، إذا أنا عارف ليش أبي، شلون سهلة؟ شلون سهلة؟ إني حق next step. What do I need to do to get my elephant? Nothing comes free. Nothing. بيقول لك ناس يقولون لك ما بيكلفك شيء افتح مشروع، لا لا ما عليكم منه يجذبون. والله ب20 دينار تقدر تفتح، بقول لك اوكي بدون فلوس تقدر تفتح، بس it will cost you a lot. ايش كثر وقت انت راضي؟ انت حطيت الكي بي اي مالك صح؟ عندك تعرف الكي بي اي، تعرف الجول، تعرف الكي بي اي. ايش كثر افورت تبي تخلي في هالكي بي اي؟ تبي تسوي بالضبط عشان توصل؟ ولا exceed. Always do a little bit more than what you're paid for. And take it from a very, very, مش هارد، خلنا ما يبى بهذه الطريقة، يبى بأحد من صم وايد في السالفة، يعني عرف وايد وايد، راح عليه سوا مثلا في الابريزلز، ويومي، ايه انا سويت كذي، انت ما اعطيتني ابريزل عدل، وايد دشيت في هالنوع من النقاشات. Always do a little bit more.
If you can do more, بعد وايزي. لأن it will pay off. You will learn. أنت تبي تصير expert في الفيلد مالك؟ كم كتاب تقرأ في الفيلد؟ ما سمعنا يا دوب أعطيك كارت ليش أعطيك كارت أطلع؟ great. عيل يا دوب بيدش المعاش ويا دوب المعاش بيطلع. Straightforward. It's a very simple equation. It's not easy, but it's extremely simple. What you pay in, you pay out. أحط بترول بخمسة دينار. بقدر أسوق X amount of miles. إيش كثر أنا willing to do؟ فسألته قلت له عشان تيب إيش بتسوي؟ بدرس وايد. عرف يعرف. You know, simple. Kids know that. It's easy for kids. إحنا إيش كثر يوم حطينا الجول، حطينا الكيفيات اللي أنتوا بتقيسون روحكم عليه. عرفنا ان هالسنة اللي يبي يكمل الماستر، اللي يكمل البي اتش دي ماله، اللي يبي يترقى، اللي يبي يسوي، كلنا عرفنا. هاي انا اتوقع هاي النوع من الكراود من النوع اللي يعرفش عليه ايش لو ولا عليه، صح؟ كلنا تقريبا عارفين الجولز مالينا خلال سنة، صح؟ صح صح جريت. استغربت لان خفت بغير الورشة الى جول سيتنج وان. انزين فعارفين. زين انا بعرف اذا انا بايع معني 1000 دينار ولا 1500 ولا 2000 دينار اعرف. واذا وصلت لنا ليش اجيب لكم سالفه فلوس؟ انا ايزي تو ميجر. انا ابي اصير انسان اسعد شوي اصعب ان انا اقيس. ايش معنات الاسعد الحين؟ هل علاقتي مع اهلي زينه؟ هل قمت اتصل مرتين في امي بدل مره؟ هل عندي ربع اكثر؟ ما يندرى شلون من خيسه. بس الماني از ايزي از نمبرز. آخر السنة سويت 5000 بتشوف البنك ستيتمنت في 5000 سويت 6 اكسلنت اكسيدد سويت 4.5 في مشكلة سويت 3 انت قاعد تسوي 0 في مشكلة عظيمة انت بس تحكي ما قاعد تنفذ. What do I need to do؟ ايش كثر وقت انا مستعدة اخلي؟ اذا انا ابي 100 دينار زود في راتبي مفروض احط كل ب 100 دينار عندي. هل احتاج بي ام بي؟ هل احتاج مانجيريا؟ هل احتاج ماستر؟ هل احتاج ترينر؟ هل احتاج مكتب؟ هل احتاج اسوي رياضه؟ هل احتاج اسوي دايت؟ هل احتاج احط لي كونسلتنت؟ هل احتاج منتور؟ شنو انا محتاج؟ احنا انا احط لي 100 ساعه تدريبيه في السنه. هذه الاكتوال. What you put in investment. How much you put in. This is how you work. Also, how will I know whether I got it or not? هني البرفورمانس ريفيو تايم. كلكم تسوون بيرسون ديفلوبمنت بلان حقكم، صح؟ بيرسون ديفلوبمنت ما له خص بالشركة، ما له خص بالوزارة، ما له خص بالاتش ار. انت تقعد سنويا تفتح لك اكسل شيت او دفتر او ورقة او نوت باد تكتب فيه انا والله هالسنة ابي 1 2 3 4 5 ديفلوبمنت بلان، ما له خص في اذر ثينكس. هاي الديفلوبمنت بلان تحط يمه شلون بتسوي؟ شنو الاوبشنز؟ شنو الاوبستكلز؟ كتبها بلوم خط يدكم وترجعون عليه مره بالسنه. نص السنه ومره بالسنه هالفتره اواخر السنه. الناس اللي بدوا السنه مالتهم في النص ولا ذي يقدرون يعدلونه في نهايه السنه. انا ارجع عليه 3 مرات. مره بدايه السنه اول ما اسوي اول 3 اشهر اشوف الديفلوبمنت بلان شنو احتاج، كم كلاس درست، كم ستودنت حضرت، شنو المشاكل اللي صارتني في كل كلاس، شنو نوعيه الطلب اللي يوني، شنو التالنجز، وين كان زين، وين حتى اشي البيرسونال مثلا ان احتاج اسوي اشي وايد تطلع في الجمعيه في واصعب نوع الستودنتس اللي يوني الاطفال. مو بعاجبني شيء امس ام بورد يا الله. فاراجع اول 3 اشهر في مارش يوجولي. بعدين هاي نص السنة لأن صادف الحين آخر سنتين إن رمضان يصادف نص السنة، صح؟ فهو بالنسبة حق التريننج ذات سيزن ما ناس ما تحب تطرش. وأنا أستغل الفترة أراجع الجولز وأشوف شنو سويت طول السنة وأجمع كل الديتا وأرد أسوي له مراجعة نهاية السنة ما حق شنو؟ ما نهاية السنة حق السنة الجاية. Exactly. حق السنة الجاية. فهاي 3 مرات. أنتوا كم مرة تسوون ريفيو؟ كم مرة؟ Most of people they will do it once a year. Some people they do it monthly. في ناس weekly they go through their goals. في quarterly إذا كان weekly في people weekly. أنا دفتر ما دائما في موجود المنتي عشان شنو؟ لأن في وايد أحيانا شو صار عندنا distraction.
وايد يصير عندنا distraction. فيني هاي what to measure depending على الجول مالكم. كل ما يكون في measurement element في أرقام في أشياء ما تقدر يسوي لها measure. مثلا سعادة, أنا بكون إنسان أسعد, هذه الجول مالك النفط. شلون بتقيسه؟ لازم تقعد مع نفسك تقول إذا إيش معنات إنسان سعيد. بعدين تحط الإلمنت. إنسان سعيد معناته مثلاً صحي زين. ممكن هاي بنظرك. في إنسان سعيد بالنسبة لك شنو أستاذنا؟ مرتاح. يرقد. يحط راسه. ينام. إيه. إنسان سعيد شنو بالنسبة لك؟ يشوف عياله صحة, اللي يحبهم يشوفهم صحة سلامة. شنو إنسان سعيد بالنسبة لك؟ يحقق أهدافه, هذه بعد عملية المخ يفكر عملي. شنو إنسان سعيد بالنسبة لك أستاذنا؟ مرتاح في عمله. يعني ممكن بيتك مرتاحين وعنده فلوس عنده شيء, متضايق في عمله ما يكون سعيد. فتشوفوا كل واحد فينا أشياء كذي, ممكن إنه حط أهداف لأشياء فيها مشاعر فيها عواطف ما تقاس. ممكن بس أنت تحط القياس. بعدين مرتاح في عمله, بارد أسألك إيش معنات واحد مرتاح في عمله؟ إيش معنات واحد مرتاح في عمله صدق؟ يعني ما لا يعني شو مثلاً ماي أي يبيع شغلنا علينا أنا ما أقدر. إيش معنات واحد مرتاح في عمله؟ واحد مرتاح من المدير او المسؤول. ايه مرتاح منه, يعني خليه يطلع على كيفه ويدش على كيفه. تقريبا. ايش معنات واحد مرتاح في عمل عمله؟ يعطونا مجال يتطور. كم مره ودوني كورس, كم مره مدير قاعد وياي قال لي شنو هدفك, شنو معنات مرتاح. جميل, قل لي شنو معنات مرتاح في عمله بالنسبه لك. انا مدير يسمعني. اسمعني شنو ربي, انا بطور العمل, بطور من اول شيء اطور من نفسي, عقب اطور من عمل عندي اداره تسمعني. شنو قاعد اقول لان انا هدفي قاعد اطور العمل. كل واحد عندي هدف سامي بوصله. جميل, ما تتخيل كثر الموظفين اللي يجون يقعدون في الكلاس متضايقين. ليش؟ مديرنا ما يسمعنا. انت تحصل راتبك ايه, تسوي شغلك ايه, تسوي شيء فوق الجوب ديسكريبشن لا, تطلع ساعة 2:15 ايه, كم راتبك هاي بعد نتكلم عن 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 في الدوحة ولا في ذي يكون اعلى منه, كم راتبك هالكذا. كان ضايق يقول ما يسمعني. قلت له ايش تبي في سمعك؟ يقول لي لا ابي يسمعني يريحني نفسيا. وهو يقول لي بس ابي يسمعني, بس ابي يقدرني, انا ما ابي فلوس. يقول لي ابي شكرا, ابي تقدير. شوفوا شلون عرفتوا؟ No, what are we measuring? شنو الميجرمنت تول مالنا؟ وايد مهم. إذا ما عرف أقيسه, anything not measurable, not seeable, you cannot evaluate. ما له value. ويخلنا نقول من 20 درب 3-4 منهم ممتازين. بس من 3-4 منهم, واحد ياخذ وقت أكثر, والثاني ياخذ جهد أكثر, والثالث ياخذ فلوس أكثر. أنا أقيس. اي واحد فيهم اهم, اي واحد فيهم يعطيني higher value. لاحظت ان انا ممكن اقرا كتاب عشان انمي اطور مخي. يوم سويت الاسسمنت مال الليرنينج ستايل مالي ان انا شلون اتعلم, طلع ان انا اتعلم بالسمع احسن. فبدل ما اقعد اقرا 6 ساعات كتاب ولا ساعتين كتاب واتم في شهر هاي الكتاب ما يخلص, ممكن اسمع لي 7-8 محاضرات في الاسبوع. كفايه انك تسمع ساعه واحده كل يوم عبارة انك قريت 45 كتاب في السنة. هاي الساعة الواحدة هي اللي احنا نطق فيها الدرب من الشغل للبيت, من البيت للشغل ولا نصر نتمكن جديد. 45 كتاب هو تقريبا الملخص اللي انت تحتاج من كتب عشان تسوي بي اتش دي مالك. تقريبا ساعة واحدة باليوم بكم؟ زيرو. كم يكلف؟ زيرو. فاليو ماله هاي نقدر نسوي سهل. من اللي قاعد شوك؟ اوكي. We have to define that. اقرأوا في مجالكم. لأن the more you put in your own field, the more you will become expert. معناته شنو؟ إذا أنا أقول إنسان فنان في social media وكل يوم نزل لي يا صورة برجر, يا صورة جوتي تبكرها معي, يا صورة قطو, يا نكتة,
التويتس مالينا كلها ما لها داعي، متى الإجازة ومتى بطلع من الشغل. أنا بقول لك إذا باي أتكلم عنك بتي تقولي سميرة أنا خبير في السوشيال ميديا، بقول لك لا. اللي أنت قال اللي قاعد البيهيفير مالك doesn't give me the indication. يقول لي لا هاي بيرسونال، قلت له بيرسونال صك الأكاونت، صك الأكاونت. إذا أنت تبي تعرف الناس حاط صورتك هاي أكاونت فلان فلاني، وتبي تكون خبير مثلا في العقار، تبي تكون خبير في الخيول، تبي تكون خبير في السوشيال ميديا، تبي تكون خبير كمدرب، تبي تكون خبير كأي شيء وحطيته أوبن، معناته هذه الإعلان مالك سواء رضيت ولا ما رضيت. أي شيء تحطه في البوست لازم يكون الشيء اللي أنت ما عندك مانع أنه باش يصحي يطلع في الجريدة. إذا ما عندك مانع أن هاي يطلع اسمك يوم ثاني صوت في الجريدة أول صفحة، معناته إز أوكي يو كان فاضيش. ان شاء الله لس اي شيء ما حد يدري. ها انتي 28 رون طبعا مر عليك، خليتي صح. من يقدر يقول لي مر عليكم ال 28 رون؟ من اول مره يسمع عنه؟ زين في بني ادم حلو زين ايطالي، ما ادري ليش احس انه يمكن يطلع كيوت، ما ادري زين. انا زائي لانه ايطالي، هذا اللي فكرت فيه. ايه اسمه ما ادري شنو، ها باريتو. ايه هو اسمه الاول يسقلش صراحه، وانا ديسلكسيك فما اعرف اقوله، فالمير شيء هاللون بالفي صاير. ايه بالفي صاير. المهم باريتو قال ان الناس مثلا انا 80% من وقت اللي انا بستغله لازم يكون لا سوري الاي لازم يكون ال 20% equivalent. IE مش معناته ان 20% من my customer يعطوني 80% من الانكم مالي، 20% of my skills يعطوني 80% من انكم مالي. انا ممكن عندي skills وايد، اعرف اطبخ صدق والله اعرف اطبخ، ليش مو مصدقين؟ والله اعرف اطبخ زين. شوية اعرف سباحة، عندي skills of public speaking، عندي skills in training، وعندي وايد سكيلز اكيد. بس 2-3 سكيلز من اللي عندي هم اللي قاعدين يعطوني 80% من الانكم. حاولت اطبخ وابيع ما في فايده، فحسيت ان التريننج احسن، فتميت انه انتوا بعد تفكروا فيها. عندكم 2-3 سكيلز اول ميجر مفتاحكم، ها الله سبحانه وتعالى يطرش كل واحد ويا مفتاح وياه، فهاي الميجر هاي اللي نقصده فيه 28 رول. فكروا فيها، مو بشرط كل شيء تعرفونه هو اللي بتستغلونه، بس في شيء واحد انتم فنانين فيه نيحك وين تو ميجر. توني قايلت لكم في ناس بيسوونه وان تايم، انا اي ويل ادفايز ات ليست 3 تايمز، بس اتس اب تو يو، اتس اب تو يو. انت فكرت ان من يصير عمري 30 سنه بفتح بزنس؟ حلو، حط كي بي ايز وراجع الجولز واشتغل عليهم. احيانا يتغيرون يتغيرون، احيانا نصير ديستراكتد ديستراكتد. ناس شو اللي يصير؟ أنا حطيته هني for most of us، كان قبل for startups بس طلع إنه لا it's for most of us. شو اللي You are a girl, you are a woman, you have long hair, you have big nose, you don't have a big family name behind you. You cannot do it, Sameera. You cannot do it. This is not for you. It will make giant.
اقدم البروبوزل، يروحون من وراي يعطونا بروبوزل ثاني ويردون يقولون لي خذينا الكلايد منك انت ما بتقدرين. شنو كنت اقول لهم؟ انا اقدر اروح اعرف فلان، اعرف على العلان، عندي برسنتج معين باخذ منه في الديل، شوي اللي ينزلون الاعلان داشين دايركت حق الكلاينت بدون ما يقولون لي، ويقولون لي وي اون ذا ماركت اند يو كانوت كم ان. كنت شنو اقول لهم انا؟ شنو اقدر اسوي؟ انا اقدر. All I need to do, put more exercise. All I need to do to put more efforts. All I need to do to build more relationship. لأن all you need to do is إن أنت شو تقول لهم إن أنت تقدر. And keep it. Keep it. Keep your elephant. Keep your goals close to you. لا تخلون أحد يأخذهم. تخيلوا إن أنت تمشي في مجمع. حلو؟ شنطتك وياك. يا واحد وهو يتمشى يمك، ها خذ الكلينة سكت في شنطة الشرطين. شوية إلا واحد وقع مشان يشرب بيبسي ويا وقعت في شنطة الشرطين. ترضى أنت أخوي هلأ ماخذ شنطتك باخذ فيه تاي من زارة ومستانس عليه طالع إلا ياك واحدة هلأ في كلينكس يدها تقط شنطة ترضى؟ ما نرضى. Why we agree إن people keep their negative thoughts in our head? Why do we agree? إذا أنا شنطتي ما أرضى أحد يحط في شيء وصلها، شلون مخي القيمة العليا اللي عندي، الشيء اللي يفرقنا عن كل مخلوقات العالم، شلون أخلي أحد يقط أفكاره؟ لا. Keep it. Simple discipline scout. من تقعدون وياهم؟ جيم روين يقول إن أنت أفرج من 5 أشخاص. إحنا أفرج من 5 أشخاص، كل اللي ويانا ياخذون 1000 دينار، إحنا بعد ناخذ تقريبا 800 ل 1000 ل 1200 ماكسيموم. أمنيات ما يدرون وين الله قطهم، لا يبون يفتحون بزنس ولا يفتكرون في الناس ولا يفتكرون في الفولنتير وورك ولا يفتكرون في شيء، بس همهم ياكلون يروحون السينما ويقعدون. Most probably احنا بنكون شوي احسن شوي اسوء، ما بنكون وايد نختارهم. لا تقعد يا كم كتاب تقرا في الشهر؟ كتابين average. هاي أفرج. أي موضوع تختاره ما يهم. تدرون أحياناً أنا شو رايح مخي أقرأ عن كواكب اللي I have no clue about it، ما له علاقة، بس كذي أسوي distraction حق مخي. هسا من فيكم يلعب رياضة؟ يبين له ما شاء الله. أحياناً الترينر يقول لكم إن تسوون مثل body shock، سوي الشاك حق البادي عشان ياخذ الاكسرسايز احسن، بالذات اللي في البادي بيلدينج الشاك اكسرسايزز. مثلا احيانا يقول لهم لا خففوا الرياضه، ماي مثلا يقول له اكل وايد، ومره واحده تعال سوي رياضه، فتره من فترات يوقفونهم عن الرياضه او يخففونهم انه ما يشيل حديد عشان يرتاح. نفس الشيء البرين. انا ما قاعد اقول لكم ترى بتشتغلون وايد، ما قلت لكم انه قاعد 24 ساعه اشتغلوا ودي، احيانا اقول لكم بالعكس. Go for classes, go for walk, go for yoga. Do something new. But do it. It's you. It's not your business. It's not your family. It's not your education. It's not your money. It's not your last name. It's not your country. It's not your sect. It's not your sex. It's you. It's what's in here. It's what you believe. Only then you can say I did it. It hurts, but it's a pleasure thing. It's a pleasure thing. You will enjoy it more. لا تقولوا لي مديري ما يساعدني. لا تقولوا لي الشركة فيها عصبية. لا تقولوا لي الديرة ما فيها خير. لا تقولوا لأن أنا فلانة. Nothing to do with that. Nothing to do with that. It's you. Simply it's you. You can do it with one small chair and table, and you can reach your goals, you can do your KPIs, you can do whatever you want. And maybe sometimes you have everything. Oh, احنا وايد نشوف entrepreneurs.
تعرفون 5 من كل 10 شركات تفشل اذا مو باكثر خلال اول سنه ينسحبون. كان عندهم راس المال وفتحوا الكوفي شوب وخذوا دي وظفوا ناس يابوهم يفشلون. معناته الماني از نوت ان ايشو اتس يو. وديت سالت علي يا علي انت تعرف والله اذا وديتك انا الحين تايلاند وشفت الفيل انزين بعدين قال طبعا هو يوم قال هالجمله عفس حياه البرزنتيشن مالي قال انا ابي زرافه حط راسي في عش يوم والله انا غلطانه متصلتك بس بعدين رديت فكرت ان ما شاء الله عليه هي اولسو نوز واتس نيكست هي اجين نفس ما قال لي الفيل في قفص الريالستيك جول حتى الزرافه اللي راسها في عش الريالستيك جول بس all we need to do to guide them. زين ما يصير إني بزرافة اللي في عش يصير زرافة اللي في مكان الفلاني. بتلاحظون إن في زرافات صغار صح؟ على طاولتكم هذه فيزيك. خلوها بالمكتب جدافكم. اتذكروا إذا أنتوا تعرفون كلكم كاتبين goals ماكم لهالسنة والسنة الجاية. فكروا what's next. اتذكروا هالشيء. قولوا سميرة ياد قالت لنا what's next. What is after your elephant? It's a giraffe. It is my honor. It's an honor to speak to you today. Thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you.